خلونا يا شوي عبين ما نوضح. اذا الجانب ايمن جانب ايسر الان، وانت جنين في بطن امك بتكامل الدماغ قبل الميلاد. اذا طبعا انت ذكر او هو ذكر، اذا حصل خلل هرموني ادى الى نقص في الهرمون الذكري اثناء نمو الدماغ، والانسان جنين بتكون لدينا رجل دماغه انثوي، واذا البنت وهي تنمو في رحم امها وينمو دماغها اذا صار خلل هرموني بحيث زادت الهرمونات الذكرية او الهرمونات اللي بتعطي نفس فعالية الذكرية، بينشأ عندنا امرأة دماغها ذكوري بتفكر بطريقة الذكور. هذا الان توصل له العلم من خلال الدراسة انه ممكن يكون في عنا رجال ادمغتهم انثوية وعندنا نساء ادمغتهم رجال، شك بفكر بنفس طريقة الرجال. هذول الطرفين شذوذ عن القاعدة. الان احيانا بيصير في خلل حتى في الهرمون الذكري عند الانثى اثناء النمو، بينشأ عندنا انثى مبالغ في انثويتها، واحيانا بصير كمان افراط في الهرمون الذكري، بصير في عندنا ذكر مفرط في ذكورته. بعد الميلاد انتبهوا الان، بعد الميلاد اي خلل في الهرمون الذكري والانثوي بيأثرش على تركيبة دماغك، بيأثر على جوانب ثانية. اي خلل يعني تخافوش من يوم وطالع، اي خلل بعد الميلاد يعني بعد تكون الدماغ دماغ ذكوري او دماغ يعني انثوي، اي خلل بيطرأ بعد الميلاد ما بيأثرش على طبيعة الدماغ ذكوري ولا انثوي من ناحية التفكير والميول والمفاهيم، هذا اللي راح نتحدث فيه. بصير في تأثير في جوانب اخرى، مثلا بيزيد شعر البنت، بخمل صوتها، هذا ملوش علاقة بانه تركيب دماغها ذكري ولا انثوي، هذا ممكن يشير لخلل هرموني بسيط بشكل اللي هو صوت الصوت بخشن مثلا او صوت الرجل بيرفع، يعني كونه صوت الرجل رفيع مش معناته تفكيره انثوي، مش بكره يعني تشوفوا صوته رفيع تقولوا هذا دماغه انثوي، وتشوفوا صوتها خشن تقولوا هاي دماغها ذكري، لا، احنا بنتكلم عن تكون الدماغ اثناء كونه جنين. اما ما يحصل من خلل هرموني بعدين بيأثر على على امور ثانية مش موضوعنا. طيب ممتاز، الكلام طبعا طويل بدنا ننتقي شوي. الكلام اللي بنقوله على فكرة هذا طبق على الحيوانات وعلى الانسان في المختبرات. القرود مثلا، القرود على فكرة بيكون فيهم الناس مسيطرين، ناس هم القرود ناس بس كملتوها انتوا على ما يبدو، فيها جماعات من القرود بتكون مسيطرة وجماعات من القرود درجة دنيا، امكن عن طريق العبث بالهرمونات انه يعكسوا الموضوع، يصير اللي كان في يوم الايام منقاد، القرد اللي بصير منقاد بصير قائد، القرد اللي بيكون منقاد بصير قائد، بنلعب بهرموناته. بعدين من حسن حظنا انه الفيران بيكتمل نمو دماغها بعد الميلاد، فامكن كذلك العبث بموضوع الذكور والاناث. فمثلا اجوا للفأر اللي هو ذكر طالما دماغه مش مكتمل اعطوه هرمونات انثوية، واجوا للفأر اللي هو انثى وبعده مش مكتمل نموه لانه بيكتمل نمو الدماغ بعد الميلاد في الفار، اعطوه ذكري، الانثى اعطوها ذكري والذكر اعطوه انثوي، صارت الفيران هاي لما كبرت صارت مثلا الانثى اللي اعطوها هرمونات ذكري